صباح الخير يا سينا، وصباح الخير يا سينا رسيت المراسينا، صباح الخير يا سينا رسيت المراسينا، تعال حضننا الدافش ضمنا وبصينا يا سينا يا سينا. كل ذرة رمل هنا احنا مستعدين كمصريين نبذل فيها ملايين الارواح، بس محدش يقرب منها. اعتقد دي رسالة واضحة انا ببدأها النهاردة ترد على حاجات كتير وسيادة الرئيس قالها في كل الفترة الاخيرة. مصر مش هتسمح ابدا مهما كان ان يتم فرض عليها اي شيء، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا. دي حاجة مهمة جدا لازم كلنا نبقى عارفينها. وصباح الخير يا سينا والخال عبد الرحمن الأبنودي، والنهارده سينا، وصباح الخير يا مفيد. يا صباح الفل عليكي يا سهير، صباح الفل على كل مشاهدينا، وصباح الفل على أهلنا في سينا. وزي ما قال خال الأبنودي في الأول قلنا جايين لك وجينا لك، لا تهنا ولا نسينا. وسينا أو سيناء دايما هي القطعة الأغلى اللي هو ولا رملاية من رمالك هنسيبها ولا ننساها ولا سين عنها، وانت حملي وانا حماكي. ده ملخص او المعنى اللي قاله عبد الرحمن الأبنودي واللي هو بيتحقق بالفعل على الارض. سيناء تبقى دائما القطعه الاغلى من ارض مصر، سواء كان شمال سيناء او جنوب سيناء، ومفيش ولا سنتيمتر اغلى من التاني. وضع سيناء وضع خاص في كل الأزمنة، وكل حبة رمل فيها ليها معنى وقيمة في قلوب كل المصريين. كل حبة رمل فيها موجودة ومتغرقة بدم أولادنا الشهداء من أول 67 73 2011 لحد دلوقتي. سيناء هي الأغلى والأكثر عشقا في قلوب المصريين. لو أي حد سألته إيه أغلى منطقة في مصر كلها أنت ما تقدرش أنك أنت تستغنى عنها، يقول لك سيناء. ليه؟ لأن إحنا مرتبطين بيها ارتباط وثيق بأرواح شهدائنا، ولادنا الصغيرين اللي راحوا فداء تحرير أرضنا. علشان كده النهاردة لما طلع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هو كمان كان بيتكلم بطريق وتحسه ان هو عنده نفس الاحساس المصري. مش رئيس وزراء، هو مواطن مصري جاي في وسط القبائل السيناويه بيقول لهم سينا هتفضل حته في قلبنا وفي قلب المصريين كلها. ده حقيقي، لان بضيف وباكد على كلام مفيده فكره ان سينا ليها وضع خاص، لان كل حبه رمل قدامها روح في اقدس الارواح، ويعني اقوى الرجال هم ضحوا بدمائهم علشان سينا تفضل ارض مقدسه. والسينا اللي هي شهدت أهم الأحداث الدينية في الديانات الثلاثة المباركة من الله، سواء موسى، سواء كانت هي كمان البوابة الشرقية لمصر والمطمع اللي عين الكل عليها. فواضح أن عين الكل اللي كانت عليها بقى في عين تانية جاي عليها دلوقتي. طبعا سينا من 67 وسنوات الاستنزاف لاكتوبر ل 2011 لكل الحاجات دي، سينا هي
الجوهرة اللي مصر بتحافظ عليها بكل ما تملك. فعلشان كده الرسالة واضحة من الدولة المصرية ان احنا مش هنفرط في اي ذرة رمل، ان احنا ما عندناش فرق بين شمال وجنوب سيناء، سيناء قطعة واحدة وما فيش فيها تفريط. نفذنا المشروع ده من 10 سنين. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي بيأكد في اجتماعه مع شيوخ سيناء يعني ان المشروع في الحيز او التاني من تنفيذه. اول 10 سنين كنا بنحاول البنية التحتية في سيناء تتحسن، الكهرباء نمدها بالطرق، نعمل كل حاجة بحيث ان تبقى هذه المنطقة مش منفصلة عن بقية مصر، لا هي كلنا كيان واحد، كلنا موجودين في مصر. لكن الجديد في الجزء الثاني من التقديم ان كل منطقة هيتم فيها مشروع مختلف عن الآخر، ان كان سياحي، تعليمي، مستشفيات، مدارس، يعني مصانع. شيء مبهر ان احنا النهاردة نبقى بنقفل المشروع الثاني او الجزء الثاني من المشروع الكبير. الدكتور مصطفى مدبولي موجود في سيناء في رسالة واضحة من الدولة المصرية، وأطلق فعلا المرحلة الثانية من مراحل التنمية في شمال سيناء. ويمكن قال إن هي لو سألت المصريين إيه أغلى بقعة في قلبك في مصر هيقول لك شمال سيناء. وقال إن أنا والدي من أبناء القوات المسلحة وكان دايما بيحكي لي عنها. إيه أهم المشروعات اللي هتحصل في شمال سيناء وتأثيرها إيه على الناس هناك؟ محتاجين إن احنا نسمع صوت من شمال سيناء. معينا الشيخ شيخ مشايخ شمال سيناء الشيخ عيسى الخرافين. أهلا بحضرتك، ويعني بنقول لك مبروك اللي بيحصل في شمال سيناء. أهلا وسهلا بحضرتك. ألو. ايوه يا فندم. شيخ عيسى ازيك وعامل ايه؟ ويعني ايه اخبار المنطقه اللي انت موجود فيها؟ وايه انطباعك على النهارده اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي؟ انا النهارده كنت في الاجتماع مع الدكتور مصطفى. وسمعنا الكلام بتاعه كله والشرح بتاعه كله والبرامج اللي هو عرضها على الشاشة، البرامج التنموية اللي عرضها على الشاشة كمان، يعني شيء مذهل وشيء الحمد لله شيء خرافة الحمد لله. والموضوع إن شاء الله مصطفى مدبولي شرح مثلا حاجات كثيرة، حتى من ضمنها مثلا سيناء وعدم التفريط في سيناء وعلى كده، يعني مثلا ما خلاش حاجة أبدا. والموضوع كله إن سيناء موضوع لها خطة تنمية غير مسبوقة. يعني في وحدات سكنية هتتعمل، في مدارس هتتبني، في مستشفيات هتتبني، في وحدات، في مشاريع يعني سياحية كمان هتبقى موجودة. وفي مشاريع سياحية كمان. وقال إن مثلا شاطئ شمال سيناء بفوق شاطئ الساحل الغربي، قال بالجو بتاعه بنعومة التربة بتاعته، يعني قال يعني الحمد لله حاجة حلوة. وحيقوم مثلا حيبنوا مثلا قرى جديدة، لكن القرى هذه فيها المدارس وفيها الوحدات الصحية والمستشفيات، مثلا كل 5 قرى كل 10 قرى بيعملوا لهم مستشفى في النص كبير، يعني حتى مثلا قال مثلا يعني الالعاب الرياضيه قال موجوده كمان للاطفال والاولاد والكبار، يعني حاجه حلوه خالص الحمد لله. الحمد لله. طب فكره التنميه اللي هتحصل في التوقيت ده شيء مهم جدا ورساله واضحه جدا جدا، لكن حضرتك من على الارض شايف ايه اكتر مشروع محتاجين ان هو يكون هو اولويه اولى بالنسبه لكم؟ المشروع اللي هو مثلا يعني
دلوقتي اللي يبتدوا بيه وجود المياه وجود المياه والكهرباء المياه والكهرباء وجود المياه والكهرباء اللي هي البنيه التحتيه المرافق يعني ابن سينا وفر له المياه والكهرباء او سيبه يجي عليه ثاني سنه تلاقى الارض كلها خضراء ان شاء الله ان شاء عنده نشاط رهيب في الزراعه دي حقيقه وبياخد باله جيد وهذا الشيء مثلا انهم هم دلوقتي مشروع ترعه السلام ومشروع الترعه اللي عملها الرعيد جنوب الاسماعيليه وطلعت على وسط سيناء دول الترعه دي عليها 400,000 فدان والترعه دي عليها 400,000 فدان دول حيكونوا خزائن مصر في سله الغذاء في سله الغذاء ان شاء الله هتتزرع حاجات متنوعه يا شيخنا صح؟ والله هتبقى في حاجات هيكونوا خزائن مصر ان شاء الله في الايام القادمه فلذلك مثلا هم طرحوا لابناء سيناء انهم هم يعملوا شركات وياخذوا اراضي على الترعه دي فقدموا ابناء سيناء شركات اللي عايز 200 فدان واللي عايز 300 وزي كده يعني كل اثنين ثلاثة بيجتمعوا مع بعض كده وبيعملوا والحمد لله والشغل شغال دلوقتي والحمد لله يعني شغل الأراضي دي بتتباع وفعلا تم توصيل المية والكهرباء ليها؟ بالظبط حلو قوي ده احنا يعني بيبقى. معنى كده ان احنا سنين قليلة ونلاقي المجهود ده كله بيطلع في شكل مزارع وزراعات كتيرة ومختلفة كمان فكرة اي نعم والله انا كمان يعني بنبه الدولة وبشجعها لان مثلا ابناء سيناء لا يستطيعوا انهم هم يزرعوا كل صحراء شمال سيناء طبعا ده المساحة كبيرة المساحة كبيرة يعني انا بقول على الدولة ان من اهل الوادي الفلاحين اللي ما لهمش ملكية اراضي تجيبهم عندنا في سيناء ويتملكوا ويزرعوا يجيب الفلاحين اللي في الوادي اللي ما لهمش اراضي يجيبهم في سيناء حضرتك قلت الاقتراح ده الدكتور مصطفى مدبولي بناء على احنا بالعمليه دي ايوه حضرتك كثافه سكانيه طرحت الاقتراح ده على دكتور مصطفى مدبولي لا انا ما اقترحته ما كانش في فرصه اني انا اقترح عليه لكن مثلا انا دلوقتي بقوله في التلفزيون حتى القاصي والداني يسمعوا انا بقول ان هو الفلاح اللي مالوش اراضي يجيبوه عندنا في سيناء يقعد هنا ليه نعمل كثافه سكانيه في سيناء البوابه دي اللي بيجي مصر كل الشر منها نقفلها تمام والله مش كل يعني الشر هم الناس طمعانين في ارضنا يعني هو احنا احنا عندنا حته الماظه اسمها سينا وكل واحد فيه عايز ياخد ويخطف الالماظه دي بس الحمد لله بالمشاريع دي يا شيخ عيسى اعتقد ان المواضيع هتبقى مختلفه يعني برضو تعمير سينا ده لما هيجي ولادكم وولاد ولادكم هيبتدوا يجوا ويعمروا ويزرعوا ويبقوا والاسره الصغيره تكبر ويبقى مناطق سكنيه كبيره والحياه تخش وتبقى حلوه ان شاء الله ان شاء الله بكره احلى باذن الله ونتابع معاك السنه الجايه ودايما نتابع ان شاء الله ويكون في تقدم طول الوقت وزي ما قال دكتور مصطفى مدبولي هيحصل اعاده تسكين اهالي سيناء في مجتمعات عمرانيه وحضاريه بتراعي طبيعه وثقافه المواطنين وان في استهداف لانشاء 4 مناطق في سيناء كمان الدكتور مصطفى المدبولي كان معايا حشد كبير من الوزراء والشخصيات العامة والنجوم كان من أبرز الحضور وزير الصحة والسكان دكتور
خالد عبد الغفار، وكان في من الصحافه استاذنا كرم جبر وضياء رشوان وخالد البلشي واستاذ مصطفى بكري، ومن الفنانين كان في كريم عبد العزيز وياسر جلال واسر ياسين واحمد العوضي وامير قرارة. طبعا الموضوع ده يعني مهم جدا، بس قبل ما نطلع فاصل ممكن نقدم واجب العزاء لزميلتنا العزيزة النهاردة سارة حسن. سارة كانت زميلة لينا وتوفت النهاردة بسبب المرض، مرض السرطان. البقاء لله، وبنبعت كل التعازي لأسرتها والله يرحمها. ألف رحمة ونور لروحها الطيبة، ويا رب يجعل تعبها ووجعها ومرضها وسنوات مقاومتها في ميزان حسناتها إن شاء الله، ويرزقها الجنة ونعيمها ويرزق أهلها الصبر والقوة، ويرزقكم جميعا كل الخير وكل التفاؤل بأن بكرة أحسن رغم كل اللي بنمر بيه. إن شاء الله نتفائل بالخير. وفاصل وهنبتدي حلقتنا ونكمل في موضوع مهم جدا وعدناكم إن احنا نكمل فيه. نشوفكم بعد فاصل. التالي طرق الوقاية من سرطان الثدي. بنجد تحية لكم مشاهدين. النهاردة ومع آخر يوم في أكتوبر هنتكلم عن توصيات مهمة جدا لكل ست وللرعاية الصحية والتغذية والأسلوب الحياة، حاجات كتيرة جدا جدا، وأهمية الفحص السنوي، وهنتعرف على أحدث العلاجات اللي سبب فعاليتها فعلا في علاج أورام الثدي. نتكلم عن وسائل الوقاية، وهنتكلم عن التغذية وعلاقتها بأورام الثدي، وهنجاوب كمان على أسئلة حضراتكم المرة اللي فاتت والأسئلة اللي انتوا هتبعتوها النهاردة. والنهاردة بنوفي بالوعد ان احنا بنكمل في مناقشتنا، وهنبتدي انحيازا للستات من استاذ الاشعه التشخيصيه والتداخليه بالقصر العيني دكتوره نجلاء عبد الرازق. اهلا بيكي. ونبتدي تاني دكتور استاذ جراحه الاورام بجامعه القاهره استاذ دكتور محمد شعلان، اهلا بحضرتك. واستاذ جراحه الاورام وجراحة أورام الثدي بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة دكتور تامر النحاس، أهلا بك. ده شعلان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضراتكم. لخبطنا ال احنا لخبطنا التايتلز بس بغض النظر أهلا وسهلا ببارت 2 من أحسن يعني من أقوى كونسلتو فيما يخص الثدي، يعني سرطان الثدي أو عموما الأمراض السرطانية. ابتدي مع نبتدي معاكي دكتوره نجلاء، لان ليديز فيرست. ناس كتيره جدا بتبقى قلقانه من الابره اللي بتاخد العينه، وساعات كتير جدا بيعتقدوا ان الابره دي سبب مباشر لانتشار المرض، وفي اوقات بيقول لك طب بدل ما اخد انا الابره دي ما انا اروح اشيل واخلص. طبعا هو سؤال مهم جدا جدا، وده يعني المعاناة بتاعتنا كل يوم مع الناس، لأن كله عنده هذا الاعتقاد إن الإبرة بتنشر الورم، وإن أنا ليه أشيل، ليه أعمل عينة طالما ممكن أدخل أشيل على طول. بالزبط. فهنجاوب على الحتتين. أولا ليه أعمل عينة؟ ليه أعمل عينة حتى لو أنا عارفة إن ده كانسر؟ لأنه إحنا هناخد أولا هنثبت إن ده كانسر، لانه يعني مثلا فور ميديكوليجال في حاجات قليله جدا ممكن شكلها في الاشعه يتعارض يبقى شبه الكانسر، زي تليف في الدهون، زي تليف في جراحه قديمه، تكسير في الدهون، ففي تليف شديد جدا اسمه سكليروزنج ادينوزس، تليف فاخر يعني بيخلي الكتله شكلها متعرج زي منظر الكانسر. فبالتالي احنا محتاجين نثبت، لانه يعني لو الست دخلت تشيل على ان ده كانسر وطلع ودي نسبة قليلة مثلا ان هو تليف شديد، فرصة سعيدة شلنا صدرك بالغلط، لا. فهو لازم اثبات ان ده كانسر. نمرة اتنين، ان انا عندي اربع انواع من سرطان الثدي، كل نوع فيهم بالنسبة للخلايا يعني
كل نوع فيهم له طريقة وله علاج وله جراحة الأول ولا كيمو الأول، جراحة الأول ولا هرمون الأول، هرمون ولا كيمو، فهيفرق كتير جدا. نمرة ثلاثة بنعمل برضو اختبار اسمه KI67، بيقيس نسبة الخلايا السرطانية في الكتلة، وده برضو له علاقة بعلاج المريضة هتاخد كيمو ولا لا. لو الخلايا نسبة الـ KI67 يعني بدون دخول في التفاصيل بطريقة بسيطة أقل من 20%، فده معناه إن هو كانسر ضعيف لو جريد، يمكن ده يبقى سبب إن احنا ما نديهاش علاج كيماوي. فده ليه لازم ناخد قبل الجراحة. هيحدد كمان الجراحة، لو أنا الجراح داخل، لو احنا بقى في منطقة وسط إن ده حميد ولا خبيث، العينة هتقول للجراح إن ده حميد أو خبيث قبل الجراحة، فده هيفرق في الجراحة. الكتلة الحميدة بتتشال الكتلة بس، الكتلة الخبيثة بتتشال بمنطقة أمان، بتتشال بالغدد الليمفاوية أو بيعمل اختبار الغدة الوحيدة، وده مكلف، فأنا مش هعمله لكل حالة حميدة مثلا. أيوة. فهو ليه ده الأسباب اللي ليه لازم نعمل عينة قبل الجراحة. الإبرة بقى بتنشر الورم، مستحيل نبقى لغاية دلوقتي بنقول الجملة دي، ومستحيل نبقى بنعمل حاجة بتضر الناس. لا، احنا عندنا احنا نفسنا اللي بنعمل الحاجات النون انفيزيف، واحنا نقدر نساعد العيانين بطرق اخرى. فلو هي الابرة هتضر العيانة مستحيل تعملها. الابرة، فكرة الابرة برضو اللي بتاخد العينة عشان تبقى الناس عارفة، هي عاملة زي المسدس او زي القلم اللي هو بسوستة، فهي بتدخل مقفولة وتك تفتح جوه القطر يطلع، تاخد العينة وتقفل وتخرج مقفولة زي ما دخلت. يعني هي داخلة كأنها ألم وخارجة كأنها ألم، مش كأنها إبرة. مفيش سلاح ماسك عينة خارج من الجرح، هو مصمت مقفول، مصمت تماما. فبالتالي مش هينشر المرض في أي حتة تانية. حتى وأنا باخد العينة أقول لهم في تكة هتسمعوها، هي زي فكرة المسدس بالظبط، التك تطلع الرصاصة وتدخل السلاح لجوه، هي برضو تيك تطلع السلاح بتاع الإبرة، وناخد العينة ونخرج لبرا نحطها في الفورمالين. بالعكس، في كمان طرق أدفانسد إن أنا أعمل العينة وأحللها قبل الجراحة، أحللها كلها، زي مثلا إبر الشفط بالفاكيوم، إبر الراديو فريكونسي التردد الحراري، دي إبر بنقدر نشيل بيها الكتلة كاملة لو هي حميدة. فهو لأ، العينات مهمة جدا جدا وجزء من التشخيص. في حاجه العينات مهمه جدا، والسحب القصه ما بينشرش المرض. انا عاوز اكد، هل في وقايه اصلا؟ طرق وقايه ان انا ما يجيليش اورام فتي؟ انا عاوز اكد كلمه بس هنا. في امريكا والغرب الدكتور اللي ما يعملش عينه بالابره قبل العمليه او قبل العلاج، مش لازم العمليه، قبل العلاج، غالبا هيتحاكم. يتحاكم ليه بقى؟ لان من حق العيانه قبل ما تخش انها تعرف عندها ايه، لانه بيعمل خريطه كامله للحاله. وزي ما نجلة قالت بتفرق، احنا بنشيل ورم حميد ولا ورم خبيث. والفولكلور المصري القديم بتاع هنحلل في العمليه ده سيء، ده مش طب، مش علم يعني. والرير كونديشن اللي انا طرحتها دي، انا شفتها واحده ست كان عندها كياس ميه وتليف شديد جدا جدا في الثدي، فكان باين بالنسبه لحد راديولوجيست ما عندوش خبره ان دي شكلها غير كانسر. منتظم، وكان قايل انها في التقرير بايريت 5 دي يعني انه كانسر، والست وكان حجمه كبير، والست شالت صدرها وطلع حميد. اوكي، يعني ايه بقى؟ فرصه سعيده جبنا جون يعني؟ لا طبعا. طب ازاي ممكن الوقايه اساسا ان احنا يجيلنا سرطان الثدي؟ هل ده ممكن؟ كويس. هو الوقاية نوعين في موضوع سرطان الثدي، وقاية انه نقلل فرص انه يحصل، والوقاية التانية اللي هو بين قوسين الاكتشاف المبكر قوي. طب نقي نفسنا من حالات سرطان الثدي اللي ممكن تأثر في صحتنا او في حياتنا. طيب، اول حاجة ايه الوقاية عموما؟ نقلل نسب الإصابة بسرطان الثدي. اول حاجة الهرمونات، التاريخ الهرموني والهرمونات اللي بتتناولها المرأة مهمة جدا في يعني حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل زمان كانت محفز، كمياتها كبيرة، كان الدوزز بتاعت الهرمونات كبيرة، فكان عليها متهمة انها بتعمل سرطان. دلوقتي الدوزز قلت قوي وما بقاش في حد بيستعمل حبوب منع الحمل، بس برضه ما ياخدوهاش للسنوات.
ما هو ده اللي بقوله اهو. ايوه سن 30 اقصى، مفيش حد ياخده 20 30 سنة. سنه لا في ناس بياخدوه من هم صغيرين لحد. طب بس في مرحله معينه بيتقال فيها للستات خدوا هرمونات. كويس قوي، دي بقى اسمها الهرمونات التعويضيه. دي لما الست بتوصل الى سن انقطاع الدوره او نقص الهرمونات بتبتدي تحس باعراض هبو في وشها، عصبيه، ما بتنامش كويس، اللي هي الاعراض اللي احنا نعرفها. ف دكاتره النساء بيدوا هرمونات تعويضيه. طب دي خطر؟ كنا زمان بنعتقد انها مش خطر خالص، الى درجه ان احنا كنا بندي عينين البريست كانسر هرمونات تعويضيه. تصدقي؟ وبعدين لقينا ان هو مش امان زي ما كنا معتقدين، انما في نفس الوقت مش ممنوعه. بمعنى عشان الست تاخد الهرمونات التعويضيه لازم تبقى محتاجاها فعلا، هي مش كل ست الدوره تنقطع عنها تقوم واخده هرمونات. الاحتياج ده اللي هو يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه الاعراض اللي انا قلتها لحضرتك دي، يبقى فيه فعلا مش قادره تعيش وحياتها متلخبطه ومش قادره تشتغل وشاكه في جوزها وما اعرفش ايه وعندها تهيؤات وكل الكلام ده، لازم تاخد. لكن لو ما عندهاش الاعراض دي ما تاخدش، مش محتاجه تاخد خالص. بس انما تاخد تحت اشراف طبي، وقبل ما تبتدي تاخد لازم تعمل ماموجرامز على الثدي عشان نطمن ما فيهوش حاجه، ولازم نبص الى التاريخ العائلي وحاجات كتير قوي في الحاله. وفي نفس الوقت ما نستحلاش الهرمونات التعويضيه ونقعد برضو 10 15 سنه ناخدها. يعني ولازم تحت اشراف طبي. تحت اشراف طبي، يعني لازم الدكتور يتابعها. اقصى مده لحد ياخد الهرمونات دي قد ايه؟ يعني هو ما فيش مده اتحطت بصراحه، بس قولي مثلا هي بتبقى اون اند اوف. هو دكتور شعلان قال نقطه مهمه، ان هي الست هتعمل قبل ما تاخد الهرمونات هتعمل بيز لاين ستادي، هتعمل ماموجرام. كثافه الثدي في الماموجرام هتبقى بالنسبه لنا الماركر اللي هنمشي عليه في المتابعه. يعني الثدي فيه اربع انواع كثافات، يا يبقى كله دهون وده نوع امن جدا، يا اما تلت وغدد، تلتين وغدد 100% غدد، كويس؟ فده بيبان في الماموجرام، بيبان عندها اكياس ميه ولا لا من الفحص اللي هنعمله. هتيجي تاخد الهرمونات 6 شهور وتيجي تعمل كنترول ستادي، يعني تيجي تعمل ماموجرام تاني بعد 6 شهور، لقينا الكثافه اتغيرت، ده انديكيتور انها ما تكملش كونتينيوس اون اند اوف برضو. يعني اون اند اوف، لان هو الهرمونات الانثويه مهمه كالعمل لعضلة القلب، مهم بيمنع الجلطات من الشرايين، عشان كده الستات بيجي لهم جلطات اقل من الرجاله. بتخلي الست صغيره طبعا، غير بتخلي الست صغيره، بس قصه انه بيحمي الشرايين وبيحمي من الهشاشه العظام، فدي حاجه مهمه. فاحنا ما مش عايزين نقول لهم انه ممنوع، هو مش ممنوع، ولكن بس تحت لازم كنترول. هو في طريقه، ما هي لما تكون تحت اشراف طبي هو هيبعتها تعمل ماموجرام، وهيبعتها بعد 6 شهور نقول نشوف ايه اللي حصل فيها في ال6 شهور دول. هو احنا باي ذا واي بنخاف على البريست بس، لان هو تاثيره على الجهاز الانثوي للانثى كويس، وتاثيره على كل الجسم كويس، واحنا بس خايفين على البريست وعلى جدار الرحم. أوكي. فاحنا بنقيس جدار الرحم، بتيجي تعمل سونار نقيس جدار الرحم السماكه بتاعته لغايه 14، ده تمام. لو هيزيد عن ال 14 هنبتدي نتكلم، وهنشوف الثدي بكثافته بكان فيه ايه واتطور. افرض كان عندها ورم حميد وعايز تاخد هرمونات انثويه مثلا، هنشيله قبل ما تاخد مثلا، او نتابعه. التاريخ العائلي بتاع سرطان الثدي، مين من قرايبها عنده؟ هل في تاريخ محترم لسرطان الثدي عند قرايبها؟ كل الحاجات دي عوامل مهمه في التحديد ان احنا ناخد. يعني بس الرساله ان هي تبقى عارفه ان ده كنترول. في تحديد انا بحس ان احنا كمواطنين وكناس مرضى بيتلخبطوا فيه طريقه العلاج. ناس يبقوا مش عارفين هما بياخدوا كيماوي ليه، ويلاقي حد تاني بياخدوا اشعاعي، واحد تاني بياخد اللي هو الهرموني. ففكره كل واحد ليه علاج، دي جايه منين يا دكتور؟ وتنفع لمين وما تنفعش لمين؟ طب خليني الاول اشكركم علشان انتوا يعني اثبتوا اهتمام غير مسبوق بالتوعيه الاورام الثدي، وبشكركم ان انتوا فعلا بتحترموا مشاهدينكم بشكل واقعي وجايبيننا للرد على اسئله مشاهدينكم. فحقيقه واشكركم عشان كنت فعلا في مؤتمر وانتوا انتظرتوني فعلا، فبشكركم فعلا، انتوا بتبدوا فعلا اهتمام غير مسبوق بالتوعيه واهتمام غير مسبوق بمشاهدينكم. بضيف نقطه صغيره جدا في الوقايه كان بيتكلم فيها الدكتور شعلان، وهي
الحفاظ على وزن ثابت ده على فكره دي حاجه في ايدينا كلنا كسيدات في مصر، يعني شريحه سيدات في مصر بتشكل 50% من المجتمع المصري، واحنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان السمنه من ضمن عوامل الخطوره اورام الثدي. فانا لو حافظت على وزن ثابت بنظام غذائي متوازن بممارسه بعض الرياضه، مش هقول ابقى رياضي قوي ولكن بعض الرياضه، كل هذه الامور اثبتت انها فعليا بتقلل من نسبه اورام الثدي. فالاكلات الجيده اللي يبقى فيها الياف، الابتعاد عن الدهنيات، عدم الاكثار من السكريات واللحوم الحمراء المهدرجه اللي هي اللحوم المحفوظه، كل دي امور في ايدينا بنقدر نعملها. زي ما قلنا واحد كلمه معلش هخش فيها قوي قوي، ما هو تامر قال ايه؟ الاقلال من السكريات وليس الامتناع طبعا. انما للاسف مصر كلها عندها معتقد دلوقتي في اخر 10 سنين السكر واللبن السكر ممنوع. يا جماعه لا، السكر مش ممنوع، الاقلال وليس منع السكر. ما ينفعش نعمل افراد فيه. طب خلينا بقى ناخد، طب انا لسه ما جاوبش على انا جاي طبعا يعني طرق العلاج. طيب اورام الثدي في التصوير بتبدو واحده، ما هو التصوير بالنسبه للدكتوره نجلاء هو شكل لا مش واحد مفهوم بس، يعني في الاخر هي نوعيات مختلفه ما اقدرش اعرفها الا بالعينه. وكل نوعيه بيبقى لها علاج تفصيلي بناء على طبيعة الخلايا. أنا محتاج أتعرف على المشكلة المرضية قبل علاجها. والتعرف ليس من خلال التصوير، ده بالضرورة من خلال العينة. فبنجد إيه؟ بنجد إن في شريحة من المرضى بتنتفع من علاج كيميائي، في شريحة أخرى بتنتفع من علاج هرموني، وفي شريحة أخرى بتنتفع من علاج إشعاعي بلس هرموني. بتعتمد على إحنا في أي مرحلة في المرض. إحنا لو في مراحل مبكرة بنتكلم في الوقاية. طيب مين بيفيده وقاية كيميائية؟ أكيد في مظاهر معينة في العينة. مين بيفيده وقاية موجهة، علاج موجه؟ بيبقى فيه شريحة صغيرة من أورام الثدي فيها طفرات جينية. إيه الطفرات الجينية دي؟ في نوعين من الطفرات، في طفرة السيدة ورثتها عن الأسرة اسمها طفرة مورثة، وفي طفرة أخرى مكتسبة خلال الحياة من السمنة، من التعرض للإشعاع، من مظاهر كثيرة أخرى. فالطفرات بس حضرتك قلت الكيماوي في المرحلة، لو هي مرحلة أولى، يعني معقولة المرحلة الأولى اللي هي بتبقى بسيطة المفروض نبتدي فيها الكيماوي؟ لأنه أقوى. ده سؤال جيد جدا، وده سؤال بيخض بعض السيدات. مش كل الشريحة بتاعت المرضى من المرحلة الأولى بتحتاج علاج كيميائي. بس خلينا نفترض إن لو 70% مفترض، لو الهرمون إيجابي ومعاملات الانقسام بتاعت المرض معاملات بطيئة، ساعتها ممكن نستغنى عن العلاج الكيميائي. بالاخص ان العلم تطور جدا دلوقتي، بقى في حاجه اسمها الفحوصات الجينيه اللي بتتعمل على المرضى من المرحله الاولى للتاكد انه مش محتاج علاج كيميائي. ودي فحوصات موجوده على مستوى العالم معتمده جدا، موجوده هنا في مصر، موجوده في مصر وبترسل الى الخارج بعضها للتاكد ان المريضه بالاخص من المرحله الاولى لا يستدعي علاج كيميائي، وممكن يتم شفائها فقط بالعلاج الهرموني مثلا. فبالتالي كل مريضه لها وضع. انا مش عايز برضو بيحصل لبس في ذهن المرضى ما بين ليه الشخص الفلاني خد وانا ما خدتش، لان يعني كل واحد مش عارف حالته ايه. وفي ناس بتترعب من الكيماوي لان هم بيقولوا ان الكيماوي ده من اكتر الحاجات اللي بتهد وبتوجع اي مريض بتوقع شعر. انا مش مختلف، وعلى فكره كل التطور العلمي اللي حصل خلال العقدين اللي فاتوا، 20 سنه اللي فاتوا، هو كيفيه الابتعاد عن علاج الكيميائي. وممكن نتكلم فيما بعد عن ما هو الحديث غير الكيميائي في أورام الثدي. ما احنا قاعدين بندور وبنبحث وبنعمل أدوية وبنعمل أبحاث، وكل هذا التطور ماشي في اتجاه واحد، كيفية الاستغناء عن العلاج الكيميائي. في مجموعة كبيرة كان زمان تاخد علاج كيماوي، النهاردة جزء كبير من المجموعة دي ياخد الموجة. مثلا أبعتها لتامر عشان تاخد علاج، يقول لي لا هنديها علاج هرموني. الاتجاه الابحاث الجديده لقيت ان العلاج الهرموني قد يكون بديل في بعض الحالات صحيح عن الكيماوي، ومش لازم ندي الكيماوي بالكثره اللي كنا بنديها زمان. يعني في اتجاه الى الهرموني اكتر من زمان شويه. في معايير، هل في امل ان العلاج الهرموني يصنع في مصر علشان الغلو اللي بيبقى موجود؟ في ناس كتيره بتبقى علاج الهرموني ده اكيد طبعا. هو في فعليا علاجات هرمونيه بتصنع في مصر، ومش غالي على فكره. هو في فعليا علاجات هرمونيه، وفي شركات مصريه مصنعه للعلاج الهرموني في مصر،
ولكن هناك شرائح اخرى احدث بنفس الكفاءه بتاعت الادويه بكل تاكيد يتم عمل اختبارات الكفاءه والاثار الجانبيه وهي متوازيه. يس. على فكره صناعه الدواء في مصر كلنا حقيقه في خلال الفتره الاخيره يعني اتوضع لها قدر كبير من الاهتمام بالمدينه الطبيه الجديده. بس حضرتك كنت عايز تضيف حاجه وانت بتشرحلي على الادويه المصريه كويسه الا واذا لو حبينا نعمل ايه. حضرتك كنت بتقول لا انا كنت بتكلم ان هناك شرائح من العلاجات الهرمونيه لا تصنع في مصر، انما في شرائح موجوده وبتصنع اللي بكفاءه اللي لا يصنع في مصر الموجه العلاج الموجه مظبوط. على فكره دي محتاجه شراكه جيده جدا مع شركات الدواء العالميه علشان هذه الشراكه ممكن تؤدي في الاخر ان احنا كمان نصنع معاهم يبقى لهم يعني منافذ صناعيه في مصر لتنفيذ هذا. دكتورة نجلة في نانسي حليم بعد الأسئلة من المرة اللي فاتت سؤالك يا أستاذة نانسي وبنقول لك ألف سلامة. بتقول الدكتورة كانت قالت لي ممكن أشيل الكتلة اللي عندي بالحقنة، هل دي حاجة سهلة يا دكتورة نجلة؟ هي العينة اتحللت وهو حميد وأنا بتابع كل ست شهور من ثلاث سنين. هو هي في شقين الموضوع، إنه الورم الحميد هل نفضل الجايد لاينز أو التوصيات بتقول انه لما يبقى فيه ورم حميد نتابعه كل ست شهور الا اذا الست كان عندها تاريخ عائلي للمرض في العيله فيفضل انه يتشال، او ان احنا ناخد عينه ونسيبه عشان نبقى متاكدين في 100%. ليه؟ لان في حاجه اسمها كارسينوما ماميك، يعني بمعنى ان الورم يبقى شكله، احنا ازاي بنقول ان ده حميد وده خبيث في الاشعه، ده شكله مدور بيضاوي حروفه منتظمه شكله محترم يعني، والتاني شكله متشعب. ده اللي هو ايه البلاك اند وايت، لكن في النص في كتير، في تداخل كتير في النص. تمام. ممكن يبقى الورم الخبيث شكله مدور وبيضاوي وشكله محترم زي الاورام الخبيثه ثلاثي النيجاتيفيتي سالب الثلاثي السالب التريبل نيجاتيف بيبان ككتله مدوره وشكلها محترم وكل حاجه. ممكن الورم يبقى طالع جواه كيس ميه، فممكن الكانسر يميمك حاجه شكلها حميد، فلازم في بعض الاحيان ناخد عينه من الورم اللي باين كانه شكله حميد. الحاجه الثانيه بقى اللي سالت عليها انه يتشال بالابره بسهوله، بسهوله جدا. هي التكنولوجي اللي انا قلته وجبت سيرتهم ان احنا بنشيل الاورام بالشفط، ابر شفط اسمها فاكيوم. بس ده لما يبقى حميد، لما يبقى حميد ولما يبقى كانسر فحاجه اللي هو ايه اتفقنا ان احنا هنشيله بالابره لاسباب، ده مش الروتين. بس واحده سي سيناريو مثلا، واحده عندها 80 سنه وبتاخد علاج كيماوي وعندها ثانويات او عندها كانسر تاني، ده سيتويشن مره جالي شلت كانسر بالابره لست كان عندها سرطان في الرئه وسرطان في الثدي فاكرها، فهو هيدي علاج نوع علاج كيماوي بتاع سرطان الرئه والثدي شلناه بالابره. ده مش الايديال، بس يعني مش عايزه اقول انه ولا هو ممنوع ولا هو روتين، لكن انها كجايد لاينز يتشال بيها الاورام الحميده، الاورام العنقوديه يتشال فيها بيها التورمات. عشان نلحق بقيه الاسئله، استاذه زينب بتقول والدتها عندها 55 سنه نزل دم من صدرها وبعد الكشف اكتشفنا انه كانسر من الدرجه الثانيه، بعد الاشعه والدكاتره قالوا هتاخد 4 كيماوي وبعدين عمليه وبعدها 11 جلسه كيماوي، هل ممكن يحصل استجابه بالكيماوي وما نحتاجش جراحه تحفظيه؟ سؤال تاني، هل كده في وراثه بالاصابه للمرض ليا والاختي وازاي نكشف ونطمن بشكل دوري؟ طيب قبل ما تفكروا مين هيرد او هتردوا جميعا على هذا السؤال ده السؤال، هنطلع فاصل ونرجع نكمل الحوار. دكتور شعلان تبتدي وبنجد تحية لكل المشاهدين وبضيوفنا اللي منورنا النهارده. والسؤال مع مفيده من احدى المشاهدات استاذه زينب. زينب هو هي 55 سنه وبمتها 55 سنه جالها كانسر، اخذت اشعاع 4 كيماوي وقال لها 11 جلسه كمان، لو جابت استجابه للكيماوي ممكن يستغنوا عن الجراحه التحفظيه؟ وفي نفس الوقت هما بيسالوا طب احنا بقى ممكن يجي لنا ده وراثه، هل ده معناه ان احنا بقينا لايبل ان يجي لنا المرض ده وازاي نقي نفسنا؟ اتفضل دكتور شعلان الاول وبعدين هبتدي بموضوع الجراحه. اوكي. لو الورم اختفى لازم تعمل جراحه برضه.
وللاسف في مرضى كتير. ضروره الجراحه هنا ايه؟ اه ما هقول لك حاجه. للاسف في مرضى كتير فاكرين ان لما الورم يختفي خلاص بقى انا مش هعمل جراحه. اه هعمل ليه؟ ما انت تخش تشيل ايه؟ بنشيل المكان او التيومر بد مكان الورم اللي كان موجود. اوكي دي مهمه جدا. وانا دايما اقول للمرضى الحاله الوحيده اللي مش هتعملي فيها عمليه ان يبقى الورم منتشر في الجسم. طول ما الورم في الثدي يبقى هتعملي عمليه. ده موضوع الجراحه. ولازم نبقى حاطين لها علامه معدنيه طبعا. في تفاصيل كتير جدا من كتر ما العلاج الكيماوي تطور اللي بيحصل ان فعلا في اورام كتير بتختفي. طب وبتبقى ده مشكله. دي حاجه مهمه. هو خبر كويس ومتعب شويه. متعب في ايه؟ ان لازم نعلم مكان الورم لانه ممكن يختفي وما نلاقيهوش. فايه اللي بيحصل في اول العلاج؟ انا والدكتور تامر نبعت للدكتوره نجله حط لنا الكليب كليبس مكان الورم او كليبسين مكان الورمين عشان لو اختفوا نعرف نلقاهم. لإلا هنشيل ايه؟ مش هنعرف نشيل حاجه. وبعدين ليله العمليه او يوم العمليه الصبح العانه بترجع برضو لنجله تاني تحط لنا حاجه اسمها سلك استرشادي، سلك يوصل لهذا الكليب عشان الجراح يمشي وراه يجيبه. اللي هو خريطه واضحه. لا يعني انت خدتي بالك هو دلوقتي الورم اختفى تماما. اختفى يعني اختفى. شمعه وساحب. يعني الاشعه كده ما فيش ورم. دخان وتبخر. فلازم نكون حاطين الكليب ده. فممكن لو عيانه ما ده بنقوله للناس نوع من التوعيه برضو لانه العيانه اللي تروح لدكتور علاج كيماوي وتبقى ناويه تعمل عمليه وبكده يجي يبقى الورم راح هيشيل لها استئصال على فكره. طب لانه هو ما حددش مكان الورم. بينسوا يبعتوا العيان يحط الكليب والورم اختفى فهو مش عايز يشيل مسؤوليه. الفكره في ايه؟ ان انها خفت يعني. فاهم قصدي يا دكتور؟ يعني انا ليه اخش مش خفت الورم اختفى. هو الورم اختفى معنى ان الورم اختفى يعني راح صح؟ اختفى يبقى راح فين يعني؟ طيب خليني الخلايا اتحللت وماتت. ممكن يرجع ينشط بعد فتره فلازم يتشال النيوكليوس اللي كان. وبعدين هي ماتت راديولوجي في الاشعه انما لازم نتاكد باثولوجيكلي بالتحليل الباثولوجي. واخد بالك؟ خلينا نتفق ان علاج اورام الثدي النهارده مش علاج فردي. وانا مبسوط جدا بالمجموعه ان احنا بنوري قد ايه ممارسه قرارات علاج الثدي تحتاج مجموعة من الجراحين والمشخصين والمعالجين. ادوكم شايفين احنا لابد ان نتناقش مع بعض للوصول الى افضل سيناريو لكل مريض على حده. انا مش مختلف ان في بعض المرضى بيحتاجوا جراحه في الاول. ومين المرضى اللي بيحتاج جراحه في الاول؟ اللي طبيعه مرضه بطيئه في التكاثر، هرمون ايجابي، فبالتالي مش مستدعي ان انا اعمل مجهود كبير في علاجات مكثفه لتهدئه مرض مشتعل، هو اساسا مرض هادي. فالدكاتره الاطباء الجراحيين ممكن يتوجهوا جراحيا الا اذا كان حجم المرض كبير شويه. فبالتالي في هناك معايير حجميه. لو حجم المرض بالتوازي مع حجم الثدي كبير شويه فالجراحين بيقترحوا علاج استباقي حتى للاورام الطيبه علشان ينزل حجما فيقدر يعمل جراحه جيده. ولكن هناك شريحه ثانيه بقى. الشريحه الثانيه دي اللي هي الامراض، خلينا نقول ايه، مش الشقيه ولا حاجه، الامراض الاكثر عنفا، الشراسه، اللي هي معروفه انها شرسه شويه. هذه الطبيعه من الامراض لو اتشالت جراحيا في الاول الابحاث عبر السنوات الماضيه اثبتت لا دي ممكن ترتجع تاني. فلازم يكون في مجهود اضافي يتم، وهذا المجهود حاجه اسمها علاج استباقي قبل الجراحه. واثبتنا بشريحتين من المرضى جراحه ثم علاج او علاج ثم جراحه، الفريق اللي عمل علاج الاول ثم جراحه انتفع اكتر على المستوى البعيد بعدم ارتداد. ان هو ما تكسرش. ودي من فوائد العنب الابر. طيب انا جاي للنقطه دي. طبعا في العلاجات تطورت جدا وفي الشرائح، وخصوصا العلم بينصب في الشرائح الشرسه لان هي دي اللي عامله لنا نوع من التحدي. احنا عايزين نعرف ازاي نقدر نخلص المرضى من هذه الشريحه وياخدوا اعلى نسب شفاء. علاجات موجهه، علاجات مناعيه، علاجات، ده في اطار جديد من العلاجات اسمها القنابل الذكيه. في حاجات كثيره جدا في هذا الاطار بتؤدي الى ان المريض يوصل الى اعلى نسبه نجاح. هل في يوم من الايام ممكن نستغنى عن الجراحه؟ والله بص انا ما اتصورش، لان دائما بيبقى في خلايا صغيره جدا، عارفه لو خلايا غير مرئيه في التصوير وتركت ممكن ترجع تتكاثر تاني. ولكن اقدر اقول ان النهارده في العالم الغربي هناك ابحاث
بتقول طب انا لما وصلت الى استجابه كامله وخدت عينه وطلعت سلبيه، كان هذا تحت اطار بحثي، ممكن نشوف بدون جراحه مناظره لفريق بدون جراحه ومناظره لفريق بجراحه. الكلام ده طبعا لا زال ما اقدرش اتكلم فيه النهارده في مصر لان نتائج هذه الابحاث لم تعرض حتى تاريخه. سرطان الثدي مش مقتصر فقط على النساء، يعني سرطان الثدي لم يعد للنساء فقط، ولكن هناك ظاهره ونسبه واضحه في التثدي عند الرجال. دكتوره نجله، هو موضوع مهم جدا لانه يعني الرجاله لما بيجي له حاجه في الثدي بيتكسفوا يجوا يكشفوا، حتى اللي بيجي يكشف بيبقى قاعد حاسس ان ده كلينك كلها ستات بيبقى فيه حرج. انا بس عايزه اقول لهم انه عادي، ده عضو موجود فينا كلنا، وحاجه ما تحرجش انه لو حد حس بحاجه لازم يجي. احس بايه كراجل؟ كل واحد عنده تثدي ممكن يجي له كانسر، كل رجل عنده تثدي ممكن يجي له كانسر. نقول لهم ايه هو التثدي الاول؟ هو اللي بيجي له تثدي بيبقى عنده استعداد اكبر. ليه؟ لانه الثدي، لا هو الثدي في الراجل زيه زي في الست، لكن عضو ضامر، كانه ثدي بتاع تشايلد، بنت صغيره او ولد صغير، طبقه من الدهون حجمها سنتي والحلمه فلات والعضله ورا الدهون وما فيش غدد لبنيه خالص. تكوين الثدي في الانثى غدد لبنيه من 25 الى 30 غده عاملين زي الورده كده، وحواليهم كفر من الدهون وبيدي الشكل اللي احنا عارفينه. لو حصل استرس هرموني بالخطا، يعني زي تحفيز لهرمونات انثويه في الراجل، ممكن تبتدي الغدد اللبنيه اللي ورا الحلمه اللي هي ضامره تنشط وتنمو وتكبر، فتبقى في حاجه صغيره كده ناشفه ورا الحلمه. وممكن في الحالات وليها ثلاث مراحل، وممكن نوصل لمرحله انه ثدي عامل زي ثدي الانثى، وده بنشوفه في الرجاله العواجيز كبار في السن قوي قوي 80 85 90. ليه بقى؟ هل ده معناه انه لازم يتشال ليجي له كانسر؟ لا مش لازم يتشال، احنا هنشوفه الاول. خلينا نقولها لهم بالتدريج، هو اصلا ايه اللي حصل؟ ايه الاستريس الهرموني؟ ليه جات له هرمونات انثويه عملت له كده؟ ساعات بتبقى اعراض جانبيه لبعض الادويه، طريقه عمل الدواء بتزود هرمون الاستروجين زي ادويه المعده كلها، ادويه الاكتئاب وادويه الجهاز العصبي، ادويه القلب والضغط بعضها عند الرجاله مش أدوية عند الستات. الصلع عند الرجاله، عند الستات هيكبر شويه مصلحه، يعني ما جراش حاجه، مش هيبان، مش هيلفت نظرها. لكن لو راجل بياخد ادويه معده وحس ان صدره كبر او بقت فيه حاجه ناشفه ورا الحلمه هيلفت نظره، لكن هي لو ست حاسه مش هتحس، يعني حاجه مش مهم، مش هتفرق كتير، بتعمل في الاثنين بس. ما دي الادويه. في بقى كمان ادويه مهمه جدا، السبلمنتس اللي بياخدوها في الجيم فيها جروس هرمون، الجروس هرمون ده بيزود كل الهرمونات بما فيهم الاستروجين. طيب. هو مش بيفرق. في حاجات تانية بقى مرضيه زي ايه؟ زي انه البروستاتا كبرت فبدات تنتج استروجين زياده، فده بقى اللي بنشوف فيه ثدي كامل، ويمكن فيه غدد لبنيه في الرجاله الكبار في السن قوي اللي عندهم بروستاتا قد كده. الفشل، دي نقطه مهمه بس عشان كبت. في مصر كتير الفشل الكبد، هو مش قادر الكبد في الحاله دي او الكبد المتليف، هو مش قادر يكسر الاستروجين الزياده عند الراجل فبيتجمع فبيعمل زياده. ده كله هيودينا للتثدي. ايه علاقه التثدي بالكانسر؟ عشان عارفه ان الوقت ضيق، ان هو اصلا الكانسر بيحصل فين؟ في الغدد. هو الثدي قلنا عباره عن غدد ودهون، دهون بيحصل فيها حاجات قليله قوي وكلها مش مهمه، كيس دهني، تكسير دهون كذا. انما الغدد اللبنيه هي اللي بيحصل فيها الاورام سواء حميده او خبيثه. يبقى باللوجيك كده الراجل اللي عنده تثدي معرض اكتر ولا الراجل النورمال تثدي؟ اللي عنده تثدي. طيب فهو لو انا قلت دكتور شعلان، لو في بيتفرج علينا راجل او رجال وعندهم تثدي، هل تنصح ان هم يخشوا من غير اي اسباب يشيلوا؟ لا، يجي يعمل سونار وماموجرام يطمن، هو حتى بعد ما يطمن هل لا ما هي ممكن تبقى دهون تجميليا ونبقى محافظين عليه؟ بيتشال تجميليا، يتشال بسبب ان الراجل عاوز يجمل صورته، وفي نفس الوقت يامن لا ما هو احنا يامن ان الغدد ما فيش دور لازاله الجينيكوماسي او التثدي في الحمايه من السرطان قوي، يعني مش معقوله كل واحد صدره منفوخ شويه. لا ما هي لا انا بتكلم على التثدي، يعني يبقى باين ان هو الحجم مش طبيعي.
هل لو هو وهو كشف وهو لقى نفسه تمام عندوش مشكله بس ضمان اكتر يروح يشيله جراحيا؟ بصي انا هقول لك على الحته دي عشان شفت ممكن بس مش مطلوب. لا هي ما بيحبوش يعملوا جراحيه. انا هقول لك دي عشان انا اتعاملت مع كتير. هم ما بيبقوش عايزين الراجل ممكن يبقى صدره اكسبوزد فهو مش عايز يبقى عنده سكار. فهي ينفع تتشال بالشفط الدهون الزياده والجاينيكوماستيا ينفع تتشال بالماموتوم بابر الشفط اللي قلنا عليها. هو مش عايز يبقى عنده سكار. هي هتبقى امبارسنج جدا بالنسبه له اكتر من ان هو يبقى. طيب. احنا عندنا جزء مهم جدا فكره الاكل يا دكتور تامر. احنا اعتقد ان احنا بناكل غلط اغلب الوقت. الحاجات المشويه المحروقه في ناس يعني مزاج عندها الرز المحروق اللي هو قعر الحله زي ما بيقولوا. في حاجات كتير جدا غلط احنا بنعملها في ممارساتنا اليوميه ممكن تبقى مسؤوله عن اصابتنا بالسرطان. طيب السؤال بتاعك بيحتمل على شقين. شق كريسك فاكتور ان انا بعمل ماكولات معينه بتؤدي للسرطان، وسؤال اخر مريض السرطان ايه الاكل اللي ياكله وايه الاكل اللي ماكلوش وايه الممنوع منه بالظبط، لان ده سؤال مدرج جدا جدا جدا. خليني اقول طبعا زي ما اتفقنا من شويه ان الوقايه من سرطان الثدي بالحفاظ على وزن ثابت بنظام غذائي متوازن. متوازن يعني مش هقطع سكر ولا هقطع دهون ولا هقطع لحمه، ولكن هاكلها بشكل معتدل واحافظ على وزني وامارس رياضه. انما السؤال مدرج جدا وده اللي بيحط ضغط كبير على بعض المرضى. طب انا جالي سرطان اكل ايه وما اكلش ايه؟ وبيقولوا السكر ممنوع وبيقولوا الدقيق ممنوع والرز ممنوع. ايوه بس الحاجات ممنوع. الحاجات المحروقه دي من مسببات السرطان. ليه بيقولوا كده؟ او محفزات السرطان؟ لان السرطان ما فيش علاج في المراحل الانتشاريه ضامن بشكل كبير الشفاء الكامل. فبيبقى فيه هناك معتقدات اجتهاديه ان المريض ممكن يمشي في مسار معين يؤدي به الى تحسين نسب نجاح الخطه العلاجيه من ضمنها الاكل. فيجي المريض يقول لك والله طب دلوقتي انا جالي سرطان انا عايز اقطع سكر خالص، طب عايز اعمل كيتو دايت، طب عايز اقطع اللحوم تماما مش هاخد بروتينز خالص. فالمساله اصبح فيها نوع من البلبله، وعشان نقدر نقنع المريض بان ده غير كفء في الوقايه كنا محتاجين ابحاث. جت من 4 سنوات منظمه كبيره جدا اسمها الاسكو الامريكان سوسايتي اوف كلينيكال اونكولوجي او الجمعيه الامريكيه لعلاج الاورام عملت بحث لطيف جدا. مبدئيا البحث ده كان فيه نوع من الاستخبار او المعرفه في الشارع الامريكي، هل المواطن الامريكي مؤمن بهذا او لا؟ فنزلوا بالمايكس يسالوا طب انت تؤمن ان الاكل ممكن يخليك السرطان بتاعك يزيد او لا؟ وجدوا ايه؟ 4 من كل 10 مؤمن اه طبعا، انا لو قللت سكر هخف، انا لو قللت لحوم هخف. فاستغربوا جدا. طب النتيجه في الاخر طلعت ايه؟ مجتمع متعلم 40% منه مؤمن بهذا. راحوا عاملين بحث. البحث ده كان بيحتوي على حالات تم علاجها في مقابل، وبعدين جت في الاخر مراحل بنعمل اما علاج معتمد او انا بشوف المريض وجهه نظره ايه وبريحه. ده بحث على فكره على اطار كبير اكثر من 840 مريض. نفسي يعني نفسي. حضرتك عايز ايه؟ عايز تقلل سكر قلل سكر، عايز تعمل كيتو دايت اعمل كيتو دايت، حاجات اخرى، عايز تاخد فيتامين بي 17 اللي بيشيعوا ان ده بيضيع السرطان اتفضل قشطه. حضرتك عايز تاخد بالظبط كده نبته القشطه خدها، مفيش في حاجه اسمها الجرافيول اللي هي خلاصه راس خلاصه نبته القشطه فيتامينات. في ناس كثيره جدا بتتداول هذا وتيجي تقول لك انا عايز اخد ده عشان احسن النتائج. وجدوا بعد فتره زمنيه تدهور ملحوظ في ذراع المرضى او في فريق المرضى اللي كان بياخد حسب اهوائه الشخصيه العلاج اللي هو عايزه بي 17 الجرافيولا او بيعمل نظام غذائي. بتاعتهم طلعت مش دقيقه بالظبط كده. فاثبتوا قال لك بلفظ بسيط جدا alternative medicine is not a substitute للطب طبعا. الحقيقي يعني الطب البديل ليس بديلا عن الطب المعتمد. فبالتالي النهارده ما اقدرش اقول للمريض ارجوك اوقف سكر. على فكره خليني اقول لك احنا عندنا حاله كده انا وانت في حاله اللي بيوقف سكر ببساطه شديده جدا بيجيله اكتئاب. صوري بيبقى ديبرست ومتصور ان هو كده منع خلايا السرطان من التكاثر. حضرتك قلت تقليل كل الحاجات اللي الناس متخيله انها ممنوعات، اللحوم والكربوهيدرات والسكر والحاجات دي. طب الحاجات المحروقه
دي ممكن ملناش دعوه بسرطان الثدي. دي انواع اي نوع من انواع سرطان محفز ليها؟ الزيوت المحروقه بكثره طبعا بيبقى فيها مواد مؤكسده محفزه لاورام الجهاز الهضمي مش اورام الثدي. ايوه اي اورام عايزين ننقي نفسنا طبعًا من اي طبعًا اورام طبعًا او اي طبعًا. يعني العيش البلدي اسم الاورام نفسها لازم استغنى عنه. الزيوت بالاخص لان الزيوت لما بتتحرق اكثر من مره اللي هو اكثر من مره يعني ما نقليش في الزيت اكثر من مره بالظبط كده. الزيوت والاكل اللي بيبقى في البلاستيك يقعد في الشمس ولا يعني البلاستيك البلاستيك اللي بنسيبها في العربيه ترميها مش نشربها تاني يوم لان الميه كده باظت. اللحوم المشويه لما بتكرس الدكتور شعلان احنا عندنا تشارميك بيرل بتقولي عندها 40 سنه واستمرار وبستمر اشعر بالم في الثدي والمكان حساس جدا جدا علما بانني قبل 13 سنه عملت عمليه ازاله ورم ليفي حميد واقوم بعمل فحص منزلي رغم الالم لا توجد كتله. هل الالم والتحسس الزائد علامه خطر؟ الالم عاده مش علامه للسرطان. اوكي. الالم في الحالات دي بيبقى غالبا سببه هرمونال مش كده؟ كياس ميه. انت بتقولي ايه؟ كياس ميه. ما هو الهرمونال يعني بيريد متاخره شويه. في ست في ستريس والهرموناتها ما بقولش حصل فيها مرض بس اتغيرت شويه بتسمع في الستر وبيحصل زي ما دكتوره نجله بتقول اكياس ميه. اوكي. ودي ما لهاش مشكله غير انها بتوجع. ويبقى حساس قوي الثدي. بيبقى حساس قوي بيبقى مش قادره تمشي الكلام ده. اللي هو علاج السبب اللي هو غالبا بيبقى هرمونال. السبب السبب اللي عمل كده. يبقى لازم علاج هرمون. والاكياس ممكن لو عندها اكياس بنسحبها بالابره والحساسيه المفرطه في الثدي لازم تعمل تحليل للسكر تتشك انها ما عندهاش سكر. ليه يا دكتور؟ هو السكر بيعمل ممكن يخليك يبقى عندك نيورالجيا كده التهاب في الاعصاب فتبقي حاسه زي اللي بيحس مثلا حاجه ماشيه على رجله وما فيش حاجه ماشيه على رجله. يحس ان الحلم بتوجعه وهي ما فيهاش حاجه يحس ان مش عارف حاجه ماشيه على يعني عندهم هالوسينيشنز في الاحساس شويه فاذا الاحساس مفرط بزياده عن اللزوم تعمل تحليل سكر. فرصه عاوز اكد حاجه هنا بتتكلمي على الالم بتاع الثدي. في ناس يقول لك والله انا لقيتها بتوجع فانا عارفه ان السرطان ما بيوجعش فاشتلت دماغي. المعلومه دي يعني مش مظبوطه ما نقدرش نبني صحتنا عليها. ممكن يبقى بيوجع جدا. 90% من السرطانات ما بتوجعش بس في 10% بتوجع. فلازم يبقى في تشيك. فالالم ما يبقاش هو مقياسنا نقلق ولا ما نقلقش. في كلكوعه تروحي للدكتور وتتابع كل سنه او كل ست شهور لو انا عندي مشكله فده افضل طريقه للاكتشاف. طب منال محمود بتقول بتعرض لسخونه كل ما اقف قدام النار. فهل ده ليه تاثير على الثدي وانها خدت حقن الدوره من فتره طويله هل لها تاثير ان يحصل لها حاجه في الثدي؟ هي حقن الدوره دي معناها انها بتاخد يعني زي نوع من انواع منع الحمل بحقن. لا هي دي توصيات فدي هرمونات دي لخبطه هرمونات. هي دي توصيات احنا بنوصيها للمرضى اثناء فتره العلاج الاشعاعي الابتعاد عن النار والفرن والحراره لان الثدي اثناء تعرضه للاشعاع بيلتهب شويه وده وضع طبيعي. احنا زي ما بنقاوم الخلايا المرضيه بيحصل التهاب في نسيج الثدي وفي الجلد فالتعرض للحراره بيضايق بيدي احساس اوف ديسكومفورت. فبننصحهم دايما المطبخ يبقى مفتوح متهوي في مروحه ما تعرضش للحراره فتره طويله ده خلال فتره العلاج الاشعاعي مش مع حقنه الهرمون. هي ما عندهاش علاج اشعاعي بس هو في نقطه الدهون في الثدي ساعات بتبقى فيري فراجايل يعني في حاجه بتحصل في الدهون اسمها فات نيكروزس تكسير في الدهون ممكن التعرض باستمرار لحراره شديده يعمل كده فبيجي لنا ناس عندهم زي ما يكون بقع زيت جوه صدرها في السونار تبان بقر كده كده فيها سائل ما هوش ميه. مكان حزام العربيه مش احنا طول الوقت بنضغط على الحزام هو ضغط على الحته دي طول الوقت في ناس كتير بلاقي لهم فات نيكروزس او بقره تكسير دهون في المكان ده لانه مكان بريشر كل يوم كل يوم كل يوم بريشر في نفس المكان فهو اذا هي بتتعب من الحراره بتاعه النار هو ده تفسيري يعني ان هو ممكن تكون مأثره على دهون الثدي فبلاش.
طب إيمان الأدم يا دكتور شعلان بتقول أنا عندي ألم في الناحية الشمال، ألف سلامة، عملت فحص والحمد لله، بس الألم رجع تاني في الثدي، وألم في الحلمة، حرقان وألم مش متحملة أنها تلمس الثدي، هو في حاجة كده؟ ده سؤالها. في بصراحة ألم الثدي ده يكون نسبة لا يستهان بها من شكاوي الستات كل يوم. يعني كتاب لوحده ده ألم الثدي، وما بيبقاش له سبب. مثلا ما فيش ورم هو اللي عامل كده، ما فيش التهاب كامل، انما ارجع اقول تاني ان بيبقى غالبا سببه هرمونال. هرمون غالبا. مش حاجه، مش سرطان، مش لا. وبعدين هو ممكن في وقت معين في الشهر، يعني وقت التبويض، وقت الاحتقان اللي قبل نزول الدوره الشهريه دي، اي اوقات الوجع فيها عادي، يعني عادي انهم بتبقى مبين في الفترة، يعني دي من علامات التبويض الجيد ان يبقى في وجع في وقت التبويض، وجع في الثدي في وقت التبويض، ده احد علامات التبويض الجيد، انه يبقى في وجع وافرازات لونها ابيض مثلا. لكن وجع زياده عن اللزوم تيجي تعمل سونار، ممكن يبقى اسباب الوجع حاجات اغلبها حميده الحمد لله بنشوفهم، يا اما هي عندها تليف شديد في الثدي ان هو كثيف شويه، عندها اكياس ميه، عندها القنوات اللبنيه واسعه، عندها ورم حميد. اغلب الاسباب بتاعه الالم اسباب حميده طبعا، لكن طب الكانسر ممكن يضرب عصب او يبقى معاه التهاب فيعمل وجع. تمام. لو في حد عنده في العيله مريض سرطان او كان مريض سرطان، هل ممنوع ان هو ياخد هرمونات؟ لو يعني بيفضل الشريحه دي بالاخص، على فكره الشريحه اللي هي عندها ده سؤال الايمان الادهم اعتقد، ولا مين؟ لا، ليلى فا. مهم ان احنا نعرف هل العيانه دي اللي فعلتها اللي جاله سرطان ده جاله عندها كم سنه. مثلا لو واحده قالت لي انا مامتي جات لي، او اختي عندها 35 سنه وجات لها كانسر بريست، اقلع عليها. لما تقول لي والدتي عندها 70 سنه جالها بريست كانسر، مش هقلق عليها قوي زي ما هقلق على قوة التاريخ العائلي وكم واحدة في العيلة. قوة التاريخ العائلي، يعني شخص واحد في العيلة، ولا زي ما قلنا المرة اللي فاتت الباكاجي، الخالة والخالة لا مش الخالات بس، والجد عنده كولون والعم عنده بروستيت، مش احنا قلنا المرة اللي فاتت في سرطانات مترابطة؟ فإذا العيلة فيها سرطانات كتير يفضل بلاش، أو بمعايير بقى أنه لازم تعمل. لا، بيفضل إقراص منع الحمل ما تتزايدش فترة يعني تناولها عن سنتين، ده بالنسبه للسيدات الصغيرات. بالنسبه للسيدات اللي وصلوا الى مرحله الطمس، احنا بنشجع دايما مش الهرمون التعويضي بقدر ما هناك مجموعات من الفيتامينز بتقوم بمقام مقابل، طبعا مش بالتساوي ولكن مقابل، اذا كان حاجه ناتشرال بيكون افضل. طب انا عندي سؤال اخير دكتور تامر. انا مشاهدينا كلهم يا رب تشرع عنهم، بس في ناس بيبقى عندهم السرطان، في تفكير وفي اقتناع ان حتى لو انا خفيت هيلف ويرجع مرة تانية. هل اي مريض السرطان بمنتهى الامانة يلف ويضرب تاني؟ طيب، في مكان تاني؟ طيب طبعا ده سؤال مدرج كتير قوي. انا طبعا بتمنى النهارده في الحلقه بتاعتنا نكون ردينا على معظم الاسئله، وبعتذر لو في اسئله ما لحقناش نرد عليها على فكره. انما خلينا اقول ان سرطان الثدي في المراحل المبكره، ومش بس الثدي، انا مش بتكلم بس عن الثدي، انا بتكلم عموما، يعني خلينا احنا النهارده في حلقه الثدي، فانا اتمنى ان احنا نوصل للنسب الخارجيه في التشخيص المبكر، لان زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت في الخارج بيقدروا يوصلوا ل 65% من السيدات تشخيص مبكر، احنا في مصر 43% متاخرين. عايزين حملات توعية علشان نقدر نوصل، لأن اللي انت بتتكلمي عليه ما يحصلش، ما يلفش ويرجع تاني. كل ما شخصت بدري، كل ما خفيت أكتر، كل ما احتياج العلاج الوقائي بقى أقل، فرصة ان هو يرجع تاني بتبقى أقل بكتير. يس. كلمة أخيرة وللسيدات والحقيقة قال برضو اللي خفوا واللي عملوا جراحة وعلاج كيميائي وقائي، ابعدوا عن الضغوط النفسية. ليه؟ الضغوط النفسية بتخلي المناعة ضعيفة شوية، وبتزيد من نسب بعض أحيان الارتجاع. خلينا أقول لكم في كلمة بسيطة، بحث أيضا تم، البحث ده كان جمعية أوروبية بقى مش أمريكية المرة دي، وجابت السيدات اللي خفوا من أورام الثدي جراحيا وكيميائيا وإشعاعيا
صنفتهم ثلاث مجموعات. مجموعه يرجعوا شغلهم عادي ويمارسوا حياتهم طبيعي خالص. مجموعه في النص ما تنزلوش الشغل. بتاخدوا كام في الشهر في الشغل؟ هنديكم مرتباتكم وانتوا قاعدين في البيت. حلو البحث ده. مجموعه اخرى لا حلو المكان اللي ممكن نعمل مجموعه اخرى ثالثه ريكريشنال بروجرام. تصوري شوفي العبء بقى المادي. انا هنقعد في البيت وهديكي تمن مرتبك وهفسحك. مجموعه ترفيهيه ريكريشنال عشان كل واحد ليه استجابه مختلفه عشان نفسيا كل واحد بقى مختلف. وبعد فتره طويله من الوقت وجدوا ان السيدات في ريكريشنال بروجرام في المجموعه الترفيهيه اكتر سيدات ما حصل لهمش ارتجاع. حصل لهم مناعه خلايا المناعه بتاعتهم بيقيسوها في الدم اعلى نسبه. الناس اللي اقل نسبه اللي رجعوا شغلهم والضغط والحياه و انا مش مختلف ان ظروف الحياه النهارده في مصر مضغوطه والحاله الاقتصاديه ضعيفه سيئه والظروف الاجتماعيه في كل الاسر اللي بنقابلهم عندهم ظروف اجتماعيه طاغيه. ولذلك انا بقول لهم حاولوا نتكيف دايما مع ظروفنا النفسيه. مفيش اسره ما عندهاش مشاكل. ولكن ازاي اقدر اتكيف مع مشاكلي وابقى مقتنع ان الجميع عنده مشاكل فابقى واخدها بامر او بشكل هادي. دي نصيحه ان انا اقدر اعدي بيها الازمات النفسيه. نحاول نتجاوز كل الضغوط النفسيه اللي حوالينا وفرض نفسها علينا علشان خاطر صحتنا عشان ننجو من الامراض اللي ممكن ما نلاقيلهاش علاج او ما يكونش عندنا الوعي الكافي ان احنا بنروح نعمل فعل استباقي فيجي لنا نتائج صعبه جدا نواجه بيها ايامنا اللي جايه. شكرا دكتور تامر، شكرا دكتور نجله، شكرا دكتور شعلان، اسعدتونا ونورتونا وان شاء الله نتقابل معاكم مرات ومرات والحوار يبقى مستمر. بعد الفاصل عندنا فقره مهمه جدا في انتظاركم ان شاء الله. التالي جدة الطفل يوسف في ضيافة الستات. نطقت بها كل الألسنة وأدمعت قلوباً احترقت بكلمات والدته وهي تبحث عنه وسط المفقودين والمصابين. يوسف 7 سنين، شعر كيرلي وبيضان وحلوة. يوسف 7 سنين، شعر كيرلي وبيضان وحلوة. تحملت والدته الألم والمعاناة ليعيش طفلاً طبيعياً وأغلقت عليه الباب لتحميه لكنه رحل هو والباب. كلمات رثت بها والدة يوسف عصفور الجنة كما وصفه مستخدم السوشيال ميديا بالملاك الصغير بعد انتشار مقطع فيديو والده الطبيب الذي تفاجأ باستشهاده في أثناء عمله بالمستشفى. مين هذا؟ دكتور عظم الله. الحمد لله. ليصبح الطفل يوسف وغيره من الأطفال أيقونة البراءة التي تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة. حقا انه مع عصافير الجنه. يوسف ابني عمره 7 سنين، شعره كيرلي وابيضاني وحلو. كلمات قصيره ولكنها ابكت العالم بعد ما قالتها امه الفلسطينيه وهي بتدور على ابنها في مستشفى قطاع غزه لما اتفاجئت ان هو راح ضحيه القصف الاسرائيلي. وايضا والده اللي اتفاجئ ان هو ضمن الناس وهو في المستشفى وهو طبيب ضمن الناس اللي راحوا في القصف. أكيد لحظات صعبة أكتر من صعبة وأكتر من قاسية. جدة يوسف السيدة عايدة عبد العزيز البقاء لله، وخالة يوسف رغدة حسن البقاء لله. ونعم لله طبعا بقاء لله. وانا بعتبر ان ده يعني بالنسبه لنا من اصعب اللقاءات لان الاحداث قريبه جدا. حاجه عايده
انت عرفتي ازاي ان يوسف استشهد؟ ما فيش، احنا دايما على التلفزيون باستمرار يعني. ما بنفرش التلفزيون، أدن الدور قلت بدي اروح اتوضى اصلي. دخلت اتوضى ورجعت، كان التلفزيون مفتوح على الجزيره. اوكي. بصيت لقيت التلفزيون مقفول، فبقيت اكلم في نفسي اقول ما لي، وانا قفلته قبل ما ادخل يعني. ما جت بنتي الدكتوره رواء قالت لي يا ماما في واحد من في بيت من دار ابو موسى مكسوف. طلع ماما كتير دار ابو موسى، يعني انت عارفه عائلات كتير. يعني ربنا يعوض عليهم. رجعت طلعت تاني على غرفه النوم برضو تكلم في اختها، واختها مش عايزين اني انا اشوف التلفزيون. هم قافلين لك التلفزيون وانتوا بتتكلموا بينكم وبين بعض؟ بتكلموا على الموبايل، لان هي في شغلها وبنتي في البيت. فرجعت تاني بقول ايش في؟ قالت لي ولا حاجه ما، بس واحد من دار ابو موسى، يعني بيت ابو موسى كثير يعني عائلات، انت عارف دار ابو موسى يعني عائلات ممتده كلنا احنا. فقلت ربنا يجبر عليهم، ولا ولن اتوقع 0% انها بنتي ابدا. ان هو يوسف يمكن انه يكون بيتي. عرفتي ازاي بقى؟ فتحوا لك التلفزيون؟ ما فتحوش التلفزيون، طلعت بنتي في غرفتها النوم فصارت تصرخ رواء تقول يوسف يا خالتي، يوسف يا خالتي، يا حبيبي يا يوسف. فانا طلعت اجري ايش في يوسف؟ قالت لي يوسف استشهد يا بابا. والله يوريها الاحد. ربنا يوريها الحد وربنا يصبر قلوبكم جميعا. رغده انت وانت بتشتغلي كنت بتكتبي الخبر فاكتشفتي دي لحظه صعبه جدا جدا يعني. احنا في عندنا غرفه اخبار بيجينا عليها الاخبار من المراسلين، من الاشخاص المندوبين تبعونا في كل قطاع غزه. فاجا الخبر بالضبط اللي هو استهداف منزل بيت موسى، مش ابو موسى، استهداف منزل بيت موسى في شارع ابو ليلى حي الامل مدينه خان يونس، اللي هو عنوان بيت اختك وجوزها. بيت اختي. فانا بحكي لهم في عاجل، في عاجل طلعوه، انا بس ما تكتبوش اسم العيله لحد ما نتاكد يعني. هم بس المراسلين معروف انه احنا بس نكتب وين الاستهداف المكان، لما نكون اكيد 100% بنكتب اسم العيله. فانا بكتب في الخبر بستوعب، قاعده بنقل الخبر لزميلتي عشان تكتبه. ف لسه مش مستوعبه العنوان. بيت اختي. فتركت كل شيء فحاولت اتصل عليهم. طبعا الاتصالات كانت الشبكات ضعيفه جدا، الاتصالات يعني هاتفيا ما بيلقط، الانترنت ما حد رد. تواصلت مع زميلي مراسل موجود هناك، قال لي هو صحيح يعني تم استهداف بيت اختك، لانه معروف انه انا اختي هناك ساكنه. بس قلت له طب مين ايش فيه؟ قال لي لسه ما وصلوش الاصابات ولا الشهداء على المستشفى، اعطيني الاسماء بالكامل وعشان انا اعرف مين الشهداء، مين الاصابات، مين الناس السليمه. قلت له تمام، اعطيته الاسماء. ما فيش لحظات لهو بيبعث لي الخبر انه اختك منيحه وبخير واولادها بخير وزوجها كان في عمله في المستشفى، بس يوسف استشهد. الحمد لله رب العالمين. ما صدقتش يعني، ما صدقتش. هي اختك كانت موجوده في البيت مع ثلاث، هي ليها ثلاث اولاد، يوسف الصغير. جوري وحميد ويوسف، يوسف اصغر طفل. طيب انتوا كلمتيها يعني تواصلتي معاها؟ لا انا ما صدقتش الخبر. مش في ساعتها، لكن بعديها يمكن بساعه لما حاولنا نتواصل عليها او نتواصل لها. طبعا يعني ما فيش الخط ما لقطش الا غير دقيقه دقيقتين وفصل يعني، حتى ما قدرناش ان احنا نصبرها. اخر مره ولحتى اللحظه كلم حضرتك كان قبل ما يستشهد بيومين. بيومين قال لي يا تيتا تعالي، انت حبيبتي، انا بحبك كتير كتير يا تيتا، انت جرموشة قلبي يا حلوه يا تيتا، تعالي يا تيتا. روحي على من مصر، روحي يا تيتا من مصر، ما تروحيش على داركم، تعالي على دارنا، يعني بقولوش بيتنا هم، تعالي على دارنا في خان يونس، ما تروحي على بيتكم، انا بحبك كتير كتير يا تيتا، وانا بحب أقول حضرتك اللي سميتيني. انت جزء منك مصري؟ انا مصريه. انت مصريه. وجوزتي زوج فلسطيني وبنتك اتجوزت فلسطيني. انت عايشتي في غزه؟ انا عايشه في غزه انا. يعني انت تيجي هنا؟ باجي هنا زياره عند بناتي برضو، انا اللي بيت هنا، باجي هنا 4-5 شهور وبروح اقعد هناك، لانه هناك عندي ابني كمان متزوج وعندي بنتي كمان وعندي روان واولادها. طيب. فبقعد هنا شويه وبقعد هناك شويه. انت جيتي بقالك قد ايه قبل؟ انا جيت من اخر شهر 2.
اخر شهر 2 عشان اجي هنا ازورهم واشوف البنات. وطلعت على الحج، حجيت وقعدت شويه في السعوديه وبعدين رجعت هنا. انت يبقى على كده انت حضرتي ولاده يوسف؟ لا انا كمان حتى ولاده يوسف ما حضرتهاش، كانت هنا. كنت هنا برضه. احنا منقسمين يعني بين هنا وبين هنا، ثلاثة في غزة وثلاثة بلدنا يعني. ما هي المشكلة انه لما كلمت مال حضرتك انت اللي سميتيه يوسف؟ انا اللي سميت يوسف، ما هو اتصل علي قالت لي يا ماما الدكتور قال انه في بطني ولد، ايش عايزة اسميه؟ قلت لها يا ماما والله انا نفسي باسم يوسف، انا بحب اسم يوسف كتير كتير. لانه ابن صاحبتنا كان في السعودية كان اسمه يوسف كده وامور، ولما صار عمره 16 سنة توفى بحادث. فانا بحبه يعني لازلت، فقلت سميه يوسف على اسمه. قالت ان شاء الله يا ماما. فلما ولدت بقول لها زوجها ايش هتسميه يا روان؟ قالت والله يا محمد ماما نفسها باسم يوسف، الله بقوله هو يوسف الله يرحمه. ودائما قول لي انا يا تيتا انا يوسف الصديق يا تيتا، لانه بحب يسمع سورة يعني. انا كنت اسمعه من زوره سورة يوسف، وكان يسال انا ليش اسمي يوسف، فانا ليش اسمي يوسف، نبي اسمه يوسف وقصته في القران. طب نقول له اسمه يوسف الصديق، فخلص اخذ على نفسه انا شو يعني اسمك، ما بقولش اسمي يوسف يعني. لو مشيت من جنبه وقلت له اسمك ايه يقول لك يوسف، يوسف الصديق. اقول له انت يوسف ابو موسى؟ يقول لي لا يا تيتا انا يوسف الصديق، انا بحب يسمع سورة يوسف، بنبسط لما انا احط له سورة يوسف. طب يوسف كان نفسه يطلع مهندس ليه؟ مهندس هو بيحب الالعاب، يفك يركب الاشياء هاي. هو يعني بيتهم في غزه غرفتين، هو بينام مع اخوه وبيقول لك انا بدي غرفه لحالي، بدي لحالي. قلت له خلص لما تكبر ابني غرفه لحالك. ولا خلص ماشي انا لما اكبر اصير مهندس وابني غرفه لحالي وابني بيت كبير لحالي. وهو بحب الالعاب يركب الاشياء. رغد الفيديو اللي موجود على يعني التلفزيون وعلى كل التواصل الاجتماعي لحظه جوز اختك وهو بيدور او رايح يشوف يوسف وصوت امه بنتك وهي بتشرح، لدرجه انه اصبح شعره كيرلي وبيضاني وحلو نفس الموضوع، بقت التيمه من الحاجات المقاسي او من الكلمات المهمه في اللحظه دي. انت شفتي الفيديو ده بعد ايه؟ بعد ما عرفتي الخبر؟ بعده يعني لما انتشر. انا قاسي جدا انك تتفرجي على اختك. احنا يعني المشاهد، انا لسه موجوده في غزه، الي اخ تاني ومتزوج واطفال واختي واختي روان. انا لحتى اللحظه لما يكون في اخبار الشهداء الفيديوهات الصور، يعني بمجرد انه انا صرت ادور على اما اسمع خبر استهداف حد او خبر استهداف حد من العيله او نفس المنطقه اللي احنا ساكنين فيها، ووصول الشهداء والاصابات لمثلا المستشفى ويبعثوا الصور، انا بدور بالصور على وجه اخوي على اطفاله. مأساة. المنطقه مأساة. المنطقه كل المنطقه اتدمرت كلها. بيت اختي كله اتدمر، كله اتدمر. كان في جيران ليها، كان في ليها جيران يا حد الدور اللي فوقها. سلفتها يا حول الله استشهدت، يا حول الله. والله يوسف كان في البيت وابنها استشهد في اولى جامعه حافظ القران، وابنها الثاني عبد الرحمن استشهد في صف ثالث ابتدائي مع حميد. بنتها مصابه في ظهرها، ابنها برضه متكسر جسمه كله. يعني هو راح ولدين وبنت لسلفتها ويراح لها ولد. هو البيت عباره عن 4 طوابق، اختي في الطابق الثالث، سلفتها يعني في الطابق الرابع. الصاروخ نزل على الرابع، خلص على الرابع نزل على يعني السقف اللي بينها وبين بيت يعني اخو زوجها مش موجود، مش نزل موجود عليه. نزل عليه. هما كانوا في نفس المكان، اختي روان كانت في البيت مع اولادها ويوسف كان بيلعب، فيوسف وقع عليه حجر، وقع على راسه من هنا. وهو طفل يعني 6 سنين، وبنية يوسف رفيع. ايوه رفيع نوعا ما، ضعيف. فوقع على راسه، حتى يعني هو في المستشفى انا وصلتني صوره لإله، والحمد لله يعني نحمد ربنا يعني ما مش اشلاء. هو بس ضربه اجت على راسه وفك يعني مننا كله، فكه من هنا يعني مفتوح. لكن يعني في فيديو لما في انتشر له طبيب ورا بيأشر للممرض انه ما توريهوش، بس نص الوش عشان بس هو بس وشه من هنا هو المفتوح. بس هي شافته، هي اللي شالته مع الناس اللي شالوه.
فبتقول لي انا كنت عارف يا ماما ان هو فيه يعني لو حطيت ايدي كده على ناحيه اليمين ما فيش حاجه، بس هم مش عايزين اشوفه، فانا مش راضي اقول لزوجي ان انا شفته عشان نفسيته ما تتعبش. ما تتعبش. اه والله. طب فين دلوقتي اختك؟ في المستشفى. في المستشفى. من النازحين في المستشفى. من النازحين. نعم. مع جوز وجوزها ما زال بيشتغل. اه الى الان على راس عمه. هو دفن ابنه ورجع لشغله تاني. لانه الوضع اللي احنا فيه يتطلب انه يعني زي مثلا وائل الدحدوح دفن اهله مرته وبنته وابنه. كان يوم كان في الميدان. في نفس اليوم كان في الميدان. لان الوضع لا يسمح انه ياخذوا اجازات. احنا من كتر الوضع السيء جدا في المستشفيات في قطاع غزه طلبوا من الدكاتره المقاعدين يعني اللي خلاص يعني 60 انهم ينزلوا. ينزلوا مرضين. اي حدا يعني لسه بيدرس طب في السنوات الاخيره ينزل. طب اخوكي طب اختك وموجوده مع جوزها في المستشفى مع ولد ابنها الثاني حمد وبنتها احمد وجولة. جولة لسه مصابه. مصابه في راسها وايدها مكسوره وشويه حروق. كتفها مكسور وحروق. بس يعني لله. هتقوم ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. طب اخوكي بقى في البيت. في البيت. في بيته. مش خايف انه تنزل قصيفه؟ كله خايف. اصل يعني شوفي هي بترمي القذائف الطيران على اي حدا. يعني ممكن بالليل بيحكي لي يا ماما يعني اللي بكتب له على الواتس لو في ارسال بقول له يا ماما ان شاء الله بالسلامه، الصبح تكلمني او تبعت لي انك بخير، بقول لي لما نطلب لما يطلع الصبح. يعني كل الناس معرضه. ما انت شايف التدمير. يعني بيت بنتي ما في اي شيء للتدمير. وحتى كمان صعب انها تروح على بيت اهلي. يعني انا اختي ساكنه في منطقه الجنوب منطقة. واحنا في الوسطى. صعب انها تطلع من المستشفى تروح على الوسطى لانهم بيستهدفوا الناس اللي بيمشوا على الطريق. الطريق على الطريق. فهي مجبره تضلها في المستشفى مع النازحين. يعني طب بيروح لهم المعونات والادويه والحاجات؟ لا لا بتوصل لا ولا بتوصل؟ لا 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 للاسف لا. هي المعونات اللي يعني اللي دخلت من معبر رفح البري دخلت على مخازن الأونروا وعلى مخازن الصليب الاحمر، بس يعني توزيعها على المدارس الخاصه بالأونروا والأونروا والصليب. لكن ما بيخشوش لبقيه الشعب لانه خايفين اي حد. يعني عدد الشاحنات اللي دخلت ما كفتش مركز ايواء واحد. يعني احنا بدك تحكي مثلا في مستشفى ناصر اللي اختي فيه في خان يونس في 20,000 نازح غير المرضى. غير المركز مثلا ايواء جنبها جنب المستشفى في اكثر من 40,000 نازح. طب بياكلوا ويشربوا منين؟ هي اختك بتحكي لي بيجيبوا الاكل منين؟ بيجيبوا الميه منين؟ لا ميه مش متوافره. امال بيعملوا ايه؟ الميه مش متوافره. الميه حتى اللي بيشربوها هي الميه اللي بتنزل من صنبور العادي. يعني لا مفلتره ولا اي شيء ولا اي شيء. هي بتطمن هو دايما. بس الاكل يعني الناس مع بعض مع بعض مع بعض عيش بالظبط يعجنوا عيش. بتقول لي يا ماما ما تخافيش علي. دايما بقول لها يا ماما بتاكلوا يا ماما بتشربوا يا ماما. بتقول لك بناكل وبنشرب. بتقول لي تخافيش علي. بتقول لك ما حدش بيموت من الجوع. ما حدش بيموت من الجوع يا ماما. اطمني عليها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الايام دي يعني وبنخفف على اختي انه مصابها اقل بكثير من مصاب ناس كثير. هو الفقد هو الفقد موجع يعني. بس انا اختي يعني بس ابنها وبيتها ان شاء الله ربنا بيعوضها وبابنها ان شاء الله ربنا بيعوضها. في عائلات كامله مسحت من السجل المدني. في اطفال يعني انولدوا من بطن امهاتهم كل عيلتهم ميت. هذا هيصحى هيلاقي نفسه بالعيله لحاله. فمصابها اخف بكثير. واحنا يعني انا بحكي عن يوسف الله يرحمه مش الله يرحمه لانه هو الحمد لله طفل يعني ما ايش ذنوبه في الحياه. هو الله رحمه من الحياه اللي احنا عايشينها في غزه. دي حقيقه. ربنا يرحمنا. بقى لله احنا بنبعت التعازي بتاعت ملايين ال 100 مليون مصري. الحمد لله. بس يعني انتوا هو مات شهيد. الحمد لله. وانتوا هتفضلوا بتعلمونا الصمود والقوه حاجه. هو حبوب هو يعني كل ما ابوه بده يروح على الشغل لازم يحضنه. لما يجي من الشغل لازم يحضنه. في هذاك اليوم كان ابوه استعد للشغل بده يمشي. قال لي يا روان انا طالع. فقال له استنى يا بابا الحضن. فحضنه. بعدين رجع قال لهم يلا تعالوا كلكم حضن عائلي. حضن عائلي وحضنهم كلهم. وكانوا بتعرف ان شاء الله هو شهيد في الجنه. الحمد لله. الحمد لله. الشهداء عند ربهم يرزقون. الحمد لله. والحقيقه ما فيش اي كلام. الحمد لله. بقى لله. الحمد لله.
البقاء لله ما يقدر نقول اي حاجه. بنشكر مشاهدينا وبكره يوم جديد وستات على النهار، كل الدعوات والامنيات لفلسطين وغزه واهلها. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله.